لما بتكلم على السوبر كوندكتنج ماجنت، الحقيقه اللي بيحصل فيه فعليا ان انا يعني بجهز السوبر كوندكتنج كويل بتاعي دوت، وابتدي بعد كده احط له باور سبلاي عشان ابتدي اخلي الماجنتيك فيلد ده يبتدي يزيد شويه بشويه. ما ينفعش ازوده فجاه، ما ينفعش احط فجاه كده كرنت عالي، ما ينفعش. اوكي، اللي بيحصل ان انا بطلعه بالراحه واحده 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 لغايه لما يبتدي يوصل للماجنتيك فيلد اللي انا عايزه. خلاص وصل للماجنتيك فيلد الكبير اللي انا عايزه، ساعتها ببتدي اديسكونكت الباور سبلاي ده، ويبقى هلاقي الكرنت بتاعي اللي هو اللي كان موجود ده نتيجه ان انا عندي الكويل ده الريزيستنس بتاعته زيرو، هلاقي ان الكرنت ده يفضل يمشي من غير ما يبقى فيه اي احتياج ان انا احط باور سبلاي من بره. فبيفضل شغال هو بالكرنت اللي انا عملت له رامبنج اب ده، وما بيبقاش فيه اي مشكله خالص ان هو يستمر بيه بشكل يونيفورم لفتره طويله. الحاجه بقى المهمه قوي اللي لازم نعرفها ان في كاتاستروفيك ايفنت اسمه الكوينشنج. الكوينشنج ده معناه ان انا يحصل عندي كاتاستروفيك رامب داون، ان انا انزل بقى من الماجنتيك فيلد اللي هو بي زيرو ده، انزل لزيرو بسرعه شديده. اللي بيحصل كالاتي في حاجه زي كده، ان انا دلوقتي لما بنزل بالبي زيرو، لما يحصل عندي اي لاي سبب من الاسباب، في عندي مثلا اي حاجه بشكل ما زودت لي الريزيستنس بتاعت الكويل، ده ممكن يحصل نتيجه مثلا ان انا لو انا فرضا عندي حاجه انسيدنت مثلا حصلت جوه الماجنت، مثلا ان حد مثلا كان معاه حاجه فيرو ماجنتيك ولزقت في الماجنت. اوكي، لما انا بشد الحاجه دي من جوه الماجنت، اوكي، مش مفروض اشدها بقوه عاليه، المفروض اشدها بالراحه. اوكي، لان لو شديتها جامد انا بشد اكشولي اجينست الكويل، يعني لما بشد حاجه ماسكه في الماجنت انا بشد اكشولي اجينست الكويل نفسه. فمعنى كده ان انا لو شديت اجينست الكويل، اللي بيحصل فعليا ان انا الكويل دوت بيبتدي يسخن شويه صغيرين. اوكي، لما يسخن شويه صغيرين يبتدي يتكون فيه ريزيستنس صغيره، الريزيستنس صغيره وفي عندي كارنت كبير ماشي، تبتدي جنريت هيت. الهيت ده يعمل ايه؟ يزود الريزيستنس كمان اكتر، فيحصل عندي بوست فيدباك لوب كده بتوين الهيت وبتوين الريزيستنس. اوكي، لغايه لما في الاخر خلاص الهيت ده يوصل ان هو يبخر لي الهيليوم الموجود كله. المشكله في حاجه زي كده في ايه بقى؟ ان التبخير بتاع الهيليوم ده بيحصل جوه الاوضه، لانه بيحصل بسرعه جدا. فلو يحصل جوه الاوضه اكشوالي، لو في عندي عيان جوه الاوضه وعندي ناس جوه الاوضه، ممكن اكشوالي يتعرضوا لخطر ان هم يختنقوا جوه الاوضه. فدي حاجه خطيره جدا جدا جدا. المفروض ان انا لما يحصل عندي اكسيدنت جوه الماجنت، لما يكون عندي حاجه فيها مشكله، مثلا في حاجه لازقه جوه الماجنت، المفروض ان انا اكلم الشركه او ان انا اعرف البروسيجر اللي المفروض اعملها عشان اشد الحاجه دي، عشان ما اسببش الخطر اللي ايه وهو بتاع الكوينشنج ده ان هو يحصل. بالاضافه ان انا لو شدتها بفورس زياده، الحقيقه ممكن من الاخطار اللي تحصل ان انا اعمل دامج للكويل نفسه. لو عملت دامج للسوبر كوندكتنج كويل، يبقى انا بتكلم على دامج مثلا بمليون دولار. اوكي، يعني ممكن حاجه تكلفني الماجنت نفسه كله، والماجنت ما هوش رخيص، معظم الكوست بتاع المكنه بيبقى في الماجنت، وده بيتكلم على فعلا قرب المليون دولار فعلا يعني. فعلى الاقل لو هصلحه هبتكلم مثلا على برضه مئات الالافات من الدولارات، ودي حاجه طبعا رقم بالنسبه لاي حد يعتبر غالي. فطبعا لازم يبقى فيري كيرفول واحنا بنتعامل مع السوبر كوندكتنج ماجنتس عشان السيفتي بتاعه البيرسونال الموجوده اولا، وثانيا الكوست بتاع الايه بتاع التصليح يبقى محدود، يبقى يعني بيسيكلي بروتكت الانفستمنت بتاعتي في مكنه الام ار اي.